سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح يا ربي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي ناس الجداد والقدام، وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي جيم للفيديو وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم الجديد. وصفتنا نهار اليوم اكله صيفيه وخفيفه فيها جميع الخضروات الصيفيه. اول حاجه ندير زوج حبات بصل نقطعهم وندير شويه فيونداشي، وكما تحبي ديري فيونداشي ولا ديري الدجاج، هذيك حاجه الاختيار تاعك. وديري وسمو شويه معدنوس، شويه طوماطيش تاع الحب، ديري لي زيبيس، ديري الملح، فلفل كحل، فلفل عكري، شويه كمون، وخليهم وحدهم يتقلاو. ومن بعد ناخذ كاع هذيك الخضره نقليها في الزيت ونقطرها بيان. ومن بعد كي طيب لي هذيك الفيونداشي نعاود نرمي كامل هذيك الخضره في الفيونداشي. ومن بعد كي نرمي كامل الخضروات في الفيونداشي نميكسيها، نخلطها كاع مع بعضها ونخليها شويه تتشرب هذيك الصوص تاع الفيونداشي والصوص طوماط. ومن بعد نسقيها في طبسي وشهية طيبه. باي باي، بسلامه.